أهلا بكم. بدعوة من غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، نظم مجلس رؤساء الكنائس في المملكة احتفالا بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. وأكد المجلس خلال الاحتفال الذي أقيم في مركز الحسين الثقافي بعمان أن عيد الميلاد المجيد يجسد السلامة والمحبة وترسيخ العيش المشترك بين عموم البشر. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. بمناسبة عيد الميلاد المجيد وبدعوة من غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، أقيم حفل مهيب جمع خلاله رؤساء وممثلي الكنائس الرسولية في الأردن وفلسطين على مسرح مركز الحسين الثقافي في منطقة رأس العين قلب العاصمة عمان. تضمن الاحتفال فقرات فنية وثقافية من أداء جوقة ينبوع المحبة وأوركسترا المعهد الوطني للموسيقى وبمشاركة عدد من الفنانين، حيث علت أصواتهم منشدة ومرتلة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وفي كلمة لغبطة البطريرك في ختام الحفل ألقاها بالنيابة عنه قدس الأب عيسى مصلح، قال فيها: إنه مع حلول المواسم الميلادية المجيدة نتوجه معا تمجيدا لله ونسبحه تعالى ونشكره جلت قدرته على محبته لنا نحن البشر وعلى ما رآه الرعاة وسمعوه من بشرى بميلاد المخلص الفادي، داعين من أجل السلام في النفوس والقلوب وعلى الأرض ومن أجل أن تسود الإرادة الصالحة بين جميع البشر. وفي الختام سوف نصلي بعد أيام قليلة في مغارة بيت لحم من أجل الأردن ملكا وحكومة وشعبا، لكي يبقى منارة وشمعة مضيئة في سماء منطقة الشرق الأوسط، وأن يحفظ جلالة ملكنا المعظم والأسرة الهاشمية، وأن يبقى الأردن بلد الإيمان والأمن والاستقرار والحرية والمحبة، متمنين له ولكم موفور الصحة والعافية وطول العمر، وندعو الله أن تكون سنة 2019 مليئة بالبهجة والسرور، ونشكر كل من عمل من أجل إنجاح هذا الحفل، وكل عام وأنتم وأردننا بألف خير. كما رفع غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث باسم رؤساء الكنائس الأدعية من أجل الأردن العزيز، مشددا على أنهم عاملون جميعا من أجل خيره وخير الكنيسة والمنطقة، سائلين جلت قدرته أن يوفق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين صاحب مبادرات الخير والعدل والوئام، وأن يحفظ الأسرة الهاشمية الكريمة والشعب الأردني العزيز، وأن يعيد هذه المواسم المجيدة على بلادنا المقدسة وعلى شعوبنا وقد ساد فيها السلام والعدل.